انا حاليا ماني حاطه ولا نقطه ميك اب على وشي، واذا بدكم تشوفوا كيف وصلنا لهي النتيجه الحلوه تابعوا الفيديو لنهايته، واذا كنتوا اول مره بتشوفوني بليز لا تنسوا انكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر، فعلوا الجرس لانه الجرس بنفس اهميه الاشتراك. اذا بدكم ندردش كل يوم فيكم تابعوني على الانستغرام تبعي، هون اسم حسابي، كمان بخليكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس. يلا نبلش بالفيديو. اول ماسك هو ماسك للشعر. اول مكون رح نستعمله هو زبدة الشيا، اشتريتها من بادي شوب من مصر. ثاني مكون هو ملعقة من زيت جوز الهند، حسب كثافة شعركم اكيد الكمية انتو تتحكموا فيها. رح حطهم الاثنين في الميكروويف حتى يذوبوا، واخلي الزيت تبعي يهدى شوي بعدين اصير اطبقه على شعري. هالماسك هاد كتير بيجنن في ترطيب الشعر وتغذية الشعر وتطويله، غير عن انه يعطي لمعة كتير صحية للشعر. وبدون ما بنحكي عن فوائد زبدة الشيا، رح بلش من فروة الرأس للأطراف وأسوي مساج خفيف لمدة هيك 10 دقايق، وأخلي الماسك على شعري من 30 دقيقة لخمسة وأربعين دقيقة. جربوه عن جد، أبدا ما رح تندموا. اول شي رح نبلش به هو هالمقشر هاد من بادي شوب. كمان هالمقشر هاد بنصح به لكن ليس للبشرة الحساسة، فاذا بشرتكم عادية زي فيكم تستعملوه. ما رح اقول عليه انه منتج واو، بس انه مقشر، وكمقشر وبديل طبيعي فيكم تستعملوا القهوة معها العسل وشوية حليب. بعد ما خلصنا من تقشير الوش نبلش لتقشير الشفايف. هون لشفايفي استعملت السكر الابيض مع زيت شوز الهند، ريحته بتجنن زي ما شايفيني. بظل اسوي بحركات دائرية على شفايفي لمدة دقيقتين، واذا ما كان عندكم زيت جوز الهند فيكم تستعملوا زيت الزيتون، يعني عادي ما رح يغير ولا شيء، بس انه زيت جوز الهند هو مرطب كتير منيح، يعني اثنين مع بعض مقشر ومرطب. انه الماسك اللي جاي هاد هو سر من اسراري لما كنت مراهقة، كنت ابدا ما بستغنى عليه. متكون من الزبدة والليمون. اول شي بقوم به انه انا بذوب الزبدة، بعدين احط عليه قطرات خفيفة جدا، والجماعة اللي بشرتهم حساسة هالماسك هاد ابدا مو لهم. هالماسك هاد فعال بشكل مش طبيعي للحبوب، وخاصة البنات المراهقات اللي بيصيرهم تغيرات فيزيولوجية في جسمهم، فبيصير عندهم شوية حبوب على وشهم. كتير بنصحكم بهذا الماسك، وفيكم تحطوه في الثلاجة، وكل مرة بتستعملوا هالماسك هاد بيضل على وشكم لمدة 20 دقيقة، ومن المفضل والمستحسن انكم تسووه بالليل. وشنا لما يكون فيه زيت ويتعرض للشمس بيسبب سمار، فأفضل شيء انكم هالماسك هذا تسووه بالليل قبل ما تناموا. المهم ننتقل للماسك اللي بعده اللي هو ماسك من سيفورا للمنطقة اللي تحت العين وين الهالات. هالماسك هذا كتير منيح، وإذا ما كان فيكم تحصلوا على هذا الماسك رح خليكم اللينك تحت لفيديو تبعي فرجيتكم فيه عن ماسك كتير منيح للهالات السوداء. هون زي ما شايفين باقي الماسك عم بستغل واحطه على يدي. مين فيكم يسوي هاي الحركة يا جماعة؟ حبايب رجعت لكم بعد ما غسلت شعراتي، غسلت وشي. لما تيجوا تغسلوا وشكم غسلوه بالغسول، لانه الزيت كتير يعني بيضل على البشره. غير عن انه يا بنات كتير انتبهوا انكم تسووا هالماسك هاد في النهار او تطلعوا بيه، انه الزبده هي عباره عن زيت دهون، فلما تتعرض للشمس بتخلي بشرتكم سمراء اكثر. انا هالماسك هاد اعطيته للبنات اللي ما بتقدر تشتري هالبرودكت، رح اعرفكم هلا على هالبرودكت هاد. فتيتري يا جماعة ما عندكم اي فكرة قديشها بتجنن للحبوب، قديشها بتصفي البشرة. فاذا كان فيكم تشتروا هالبرودكت كتير بنصحكم فيه، فيكم تاخذوا سكرين شوت. نقطة تانية حبايبي، ترتيب البشرة، بدكم بشرة نظيفة صحية منيحة بتجنن،
ترطيب البشرة بأي برودكت يكون عندكم. حاولوا حتى من المصروف اللي بيعطوكم أهليكم أنكم تشتروا أي شيء مرطب، خذوا المرطب للوش تبع الماما، لأنه إحنا أدمن على خريف وشتوية فالبشرة كتير بتنشف وتصير فيها تشقق. سو حبايب بالنسبة لإلي عم بستعمل كريم مرطب هذا من سيفورا. بيوم بيوم سو بعطي دايما البشرة تبعي كفايتها من الترطيب ومرطبها في الصباح وفي الليل عشان أضمن إنه بشرتي كتير مترطبة وما بتطلع لي تشققات، خاصة إنه الشتاء دائما بنكون قاسي هون. سو معنا هون هالبرودكت اسمه بيني تانت من بنفت. إذا ما عندكم هالبرودكت الشمندر زي اللفت بس بتكون لونها يعني بنفسجي، استعملوها فيكم في أي سوق خضروات تلاقوها واستعملوها لهون يعني لجهة الخدود، هي بتحمر الخدود. سو هاد هو الشمندر بنات اللي عندي هون، حبيت بس اعطيكم فكرة عن الموضوع. بستعمل انا مرطب نيفيا، فيكم تستعملوا لابيلو اي براند تانية ستروبري او اشتروا اللي بالكرز. سو خلافا عن هيك بحب يا بنات دايما ارش ماء الورد. يا بنات ماء الورد عقد ما بحكي لكم على فوائده للبشرة، عقد ما احكي لكم قديش بيصفي البشرة، قديش بيعطي نضارة، قديش بيعطي لمعة للبشرة مش طبيعية. فبنصحكم دايما ما تستغنوا على ماء الورد، ومشان انه نعطي لوك خفيف للميكاب البسيط والطبيعي جدا بنسوي ماسكارا. سو جايز رجعت لكم بعد ما غيرت تيابي، بعد ما سويت شعري. اوه الشمس كتير ضربة فيني. سو زي ما شايفين انا هلا بدون ميك اب وعم تحسوا انه انا كاني حاطة ميك اب. خطوات بسيطة جدا، فقط انه سويت الاكسسوارات. الاكسسوارات يا جماعة بتعطي كتير جمالية للبنت وبتزيدها كتير في جمال، فحاولوا انكم تستغلوا هالنقطة اذا انتم من نوع اليوم بحط ميك اب. كمان كتير اهتموا بتيابكم، تنسيق الملابس لانها كمان بتعطي جمالية، بحس انه نص الجمال البنت في الملابس. في كذا نقطة تانية حابة اني احكي لكم عنها اللي هي نظافة الأسنان. فرشة الأسنان غيروها بعد كل 3 أشهر. ليش؟ لأنه بتصير حديقة بكتيريا. لا مو بس حديقة، بتصير يكون غابة بكتيريا، فدايما فرشة الأسنان غيرها كل بعد 3 أشهر. وفرشوا دايما أسنانكم، أنا بستعمل كولجيت. بالأخير حبيت لكم ما بتزعلوا أبدا إنه أهلكم مثلا ما بيخلوكم تحطوا ميك اب، أهل بيحبونا ولهيك دايما بيخافوا علينا. فعيشوا هلا طفولتكم ومراهقتكم وعيشوا حياتكم مرحلة بمرحلة. الميك اب ملحقين عليه، الميك اب رح تشبعوا بيه ورح تحطوه ورح تزهقوا منه. وزي ما شفتوا ما حطيت شيء كبير، ما حطيت شيء واو، وشايفين النتيجة بعيونكم. البنت بكل بساطة فيها تكون حلوة بشخصيتها بجمالها بثقافتها بروحها بجنانها كل شي فيها، تقدر تكون حلوة بدون ما تستحق لأي برودكت. فبعيدا عن هالفيديو، عن فكرة هالفيديو انه كيف تكوني جميلة وكيف فيك تكوني اجمل، انتي اصلا اجمل بنت وما تستحقي لأي شي عشان تكوني حلوة. حلاوتك في قلبك وروحك وعقلك وذكائك وتصرفاتك ومبادئك، هي هي حلاوتك، هي هي انتي. تذكري دايما انك انتي احلى جوهرة خلقها رب العالمين في هالارض. سويا بس جايز هاد كان الفيديو، اذا عجبكم الفيديو شاركوا مع رفقاتكم، حطوا لهذا الفيديو بيج 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 لايك. بدنا نفجر هالفيديو هاد لايكات، بدي اياه يوصل 4000 لايك، وبعرف انتو قدها وقدود يا احلى جيش فروجيتس. بدي اياكم هلا كلياتكم تنزلوا تحت في التعليقات وتذكروا لي موقف صار معكم حسسكم بالثقة في النفس، حسسكم انكم انتو احلى بنت ممكن تكون. عن جد بدي اقرأ كل تعليقاتكم لانه هالشي رح يلهمني ورح يلهم كتير بنات تانية، فلا تبخلوا علينا انكم تحكونا قصصكم. هلا بقلكم دير بالكم مع حالكم، احلى منكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات يا هواب، سلامة، باي.